ينفذ لك الفن، هينفذ لك وعايز يكسب عشانك. يمكن كولر عمل كده مع لعيبه النادي الاهلي، فعشان كده كلهم تحس كلهم بيحبوه، كلهم قريبين منه. يعني اللي حتى بص حضرتك يا كابتن، اي لعيب توقع اي لعيب في النادي الاهلي بيلعب، بيقعد بره بره جوه، لعب غير، مفيش اي حاجه، تلاقي الامور هاديه، كله بياخد حقه. وده اللي نجح سياسه كولر. كابتن اسلام بيلعب احمد بره، احمد بره ال 18، كابتن اسلام احتياطي، كل اللعيبه واحده وكله بياخد. لو معاك عدد كبير من اللاعبين تقدر تعمل التدوير او الروتيشن. عمل روتيشن وكله بياخد، واللي بياخد بيأدي. بدليل احمد نبيل كوكا لعب وخد مان اوف ذا ماتش، حضرتك لو تفتكر من ماتشين. ماتشين مصطفى شوبير لما لعب، صحيح كله لعب. لا وتغييره كريم الدبيس امبارح لعب، كان في فرقتي في النادي الاهلي في 2003. والله لعيب كويس، لعيب كويس. جريء من اللعيبه، يعني افتكر له كوره امبارح اتلعبت وراح وعدى وشوط، جريء شخصيه. تتوقع له ان هو يكمل؟ لا هيكمل اللي هو كريم شخصيه. يعني بص حضرتك عليها يا كابتن اسلام، شخصيه في الملعب، مش خايف، وده من النوايا اللي احنا محتاجينها. كوكا هكذا، لعيب كويس، لعيب عنده شخصيه. حمزه علاء، مصطفى شوبير. النادي الاهلي ناقصه ايه فنيا يعني في الملعب؟ ناقصه، انا كنت اتمنى يبقى فيه بديل لعلي معلول. بديل لعلي معلول، اتمنى يبقى فيه راس حربه نوعيه مختلفه عن كهربا. بتتكلم هنا عن الدبيس، ما هو الدبيس برضو ما هو لسه جاي، يعني الدبيس جاي. فلسه محتاج وقت شويه، فانت لازم تجيب حد بقى. محتاج. اوكي. محتاج راس حربه اسطمبه مختلفه عن كهربا وشريف. فيها ده في الأول. بس كده. مش محتاج حد. محتاج حد في نص الملعب؟ ما انت جبت امام عاشور. بقى مع امام. لا في ديانج وامام عاشور وعمرو السوليه ومروان عطيه. خلي بالك في اكرم برضو، صحيح. وفي اكرم راجع، انت مش محتاج. باك رايت موجود، محمد هاني وخالد عبد الفتاح. طرف حسين الشحات وبيرسي تاو وصلاح محسن يلعب طرف، شريف يلعب طرف، كهربا بيلعب طرف. وفي طاهر وفي احمد عبد القادر. وفي احمد عبد القادر. عندك كتير. وخلي بالك كريم فؤاد لما يرجع. وكريم لما يرجع. كريم هتوظفه باك رايت باك ليفت. هتوظفه قدام في اي جناح، هتوظفه صلاح محسن هتوظفه. فعندك بدائل كتير. هتمشي الشناوي، ممكن تحتاج حارس مرمى لو الشناوي مشي. هيبقى عندك حمزه علاء، وممكن علي لطفي لو ما برضو الشناوي مشي، هتحتاج ان علي لطفي يقعد. هيبقى عندك علي وحمزه ومصطفى شوبير. ممكن ما تحتاجش كمان حارس مرمى. اوكي. الثلاثه بيؤدوا بشكل جيد. أدى، وكل واحد فيهم أدى. مصطفى شوبير أدى في النهائي بشكل كويس، حمزه علاء في منتخب الأولمبي أدى، علي بيلعب بيبقى كويس. الفتره اللي جايه النادي الاهلي محتاج ايه؟ يعني مش من الناحيه الفنيه بقى، محتاج ايه اللعيبه محتاجه ايه؟ ان هي تقعد مع بعض اكتر، تاخد اجازه، تكمل. يعني انت مثلا عندك ماتش يوم 30 لو ربنا كرمك وكسبت، طبعا عندك ماتش يوم الاربعاء المصري. مصري ماتش مهم وصعب وكل حاجه، ولكن يعني انت خدت الدوري خلاص. انا محتاج اريح ماتش المصري. نعم، محتاج اريح كام لعيب ماتش المصري؟ قد ايه؟ اريح 7-8 لعيبه. اكبر عدد تقدر اكبر عدد رايح. ممكن اريحه في ماتش المصري، انت داخل برضه على ماتش الداخليه في كاس مصر بطوله. طبعا، ما هو ده اللي انا بقولك عليه. فانت مفيش وقت عندك للراحه غير ماتش المصري. لو ربنا كرمك وكسبت الداخليه، عندك المصري. عندك المصري بعدها بيومين ثلاثه، بثلاث ايام بعدها. فانت الفرصه الوحيده ليك اللي انت ممكن تريح ماتش المصري. ماشي، 4-8 اعتقد الماتش المصري لو وصلت، يعني 5-8 و4-8 تقريبا. في هل هتلحق تاخد اجازه بعد كده؟ حسب بدايه السيزون بقى. تقريبا كابتن صلاح حفيظ التعاقد مع شركه ان في معسكر في هولندا. فيا ترى امتى المعسكر وامتى بدايه فتره الاعداد؟ ممكن ما تلحقش تريح. وارد. لا بس انت محتاج قد ايه مثلا؟ محتاج تريح 10 ايام اسبوع. 10 ايام من ماشي 10 ايام. بس انت بعد كده دي ما فيش راحه بعد كده. انت الموسم اللي جاي زي ما حضرتك قلت موسم طويل. موسم طويل. موسم طويل وهتعدي السنه دي في كل حته. وسفر السنه دي، وسفر وافريقيا، وقصص كبيره الموسم الجاي. احنا السنه دي بنقول ما ريحناش 60 ماتش زي ما حضرتك قلت. السنه داخلين في 60 ماتش. السنه الجايه اعلى بكتير. لا السنه الجايه اعلى. لا اعلى بكتير. هنعدي. لانه عدد بطولات اكتر. اكتر. فهتبقى الفتره الوحيده اللي هي بعد ماتش المصري مثلا بعد 4-8 تاخد لك 10 ايام اقصى حاجه. انا كنت سامع ان في احتمال ياجلوا مباراه الداخليه، اعتقد ان تم رفض هذا الطلب ولا لا؟ لا رفض رسمي. رسمي. ماتش في ميعاده. ماتش في ميعاده يوم 30. هتلعب يوم 30 لو ربنا كرمك. تلعب يوم 4. تلعب 4 المصري. هتلعب 4 بعد كده ان شاء الله.
عموما خلينا